والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسم قبيلة عتيبة مشايخ وأعيان أرحب بكم فردا فردا. مرحبا 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 خير حد وتسعيد. مرحبا بالضيوف جميعا بدون تخصيص، وكذلك باسم صاحب هذا المقام ابن العم محمد بن ردة الذي كان له شرف جمع هذه الوجهة الطيبة ويقول مرحبا ترحيب الله. وإن هذا الاجتماع يدل دلالة واضحة على اللحمة التي تربط بين أبناء هذا الوطن العظام. حفظ الكريم، إن الله وهبنا وطن عظيم مترامي الأطراف، وحد شتاته الملك عبد العزيز طيب الله دارا، ومواطني هذا الوطن يعيشون في أمن وأمان ورغد من العيش، فله منا الحب والتضحية والوفاء وتجديد البيعة. ومن نعم الله علينا أن وهب لنا قيادة حكيمة رشيدة تسعى بجاهدة فيما يسعد أبناء هذا الوطن في جميع البلاد التي لا حصنها، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهد الأمين سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمير مكن بن عبد العزيز حفظهم الله وألبسهم ثياب الصحة والعافية. الوطن والحكومة تستحق منا المحبة والولاء. نعم، وما نشاهد في هذه المدة المجاورة من القتل والتجوير وفقدان الأمن وهروبهم من أوطانهم من ويلات الحروب، فنحن جميعا نريد أي اعتداء على أبناء الوطن ومقدراته. وما حدث في محافظة الأحساء نستنكر جميعا، وأبناء الوطن جنود المجندين في حوضه وفي سلمه. وختاما اكرر الشكر لصاحب هذا المقام الذي جمعنا في هذه الليله، ولكني اقول اصاله عن نفسي ونيابه عن مشايخ واعيان قبيله عتيبة المولودين واعيان ومشايخ قبيله كفدين. نتقدم بدعوه للضيوف الكرام جاده وحاده، فنرجو تلبية الدعوة وتحديد هذا الوقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الكرام، رمز من رموز